اليوم انا اشوف صاحب هنا جايب كلاب قفقاز ضخم والله ما شاء الله. طلع هاي سيمبا كيش صباعك على الكاميرا سيمبا بكر هون هادي الانتاج سيمبا شوف عيني ها ركز شوف كركر حط سيمبا سيمبا خلاص وقف اشخ وقف وقف خليني اشوف عيني عمي ايوه عايش بدك تسوي بتجيب تعرف البنسلين البودرة الابيض خصوصا للعينين وبتحط لها بعينيها كل يوم ثلاث مرات يعني في اليوم ثلاث مرات ما بفك شيء بجنين البطن ولا شيء بيزيش الحمل بس انا خايف عشان اولادها لا ما لهش علاقه بالحمل هذا الدواء بيزيش لازم تعطيها هذا الدواء منيح للبنات يلا يمين ماشي يلا نوت نوت لا لا تسكر لحميه هاي طالعه لحميه على العين ومسكره فوق العين احتمال هاي بدها عمليه عشان تنكمل اللحميه بس اذا معشره عشان هيك قديش لها معشره صلها تقريبا 75 اذا معشره اسال لانه حرام تتخدر لا لا خليها لتولد بس حط لها البودره هاي وفي كمان قطره اسمها ديكتازول لونها زرقاء وبيضاء اسمها ديكتازول قطره تبعت عينيها وحط لها مره من هاي ومره من هاي يعني باليوم الصبح من هاي والمغرب من هاي عبين ما تخف شرس خلط يلا هجم عليك Oh!